طب احنا معانا على التليفون واحد مش عارفه دمه اخف منك بصراحه ولا لا. طبعا طبعا. يبقى انت عرفت مين. الو الفل. مساء الفلين. ازيك كابتن هاني؟ كله فل الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. ده محمد ابني. محمد ابني. لا دمه مش اخف ولا حاجه. انت ايه رايك في الكلام ده يا محمد؟ اللي يقوله اللي يقوله يمشي. محمد مساء الخير، كل سنه وانت طيب. مساء الفل يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك. لسه بنشوف كواليس بابا والنادي الاهلي وحكاياته مع الكوره. شفت بابا ازاي بيتفرج على ماتشات اهلي وزمالك او اي ماتش اهلي؟ شفت حالته عامله ازاي؟ هدي مؤخرا بس. هدي من ناحيه العصبيه يعني، بس لسه نفس الحماس من اول يوم يعني. من اول يوم اتولدت فيه يمكن لحد دلوقتي نفس الحماس اللي هو ورثته منه يعني. الحماس ده انت متعصب اكتر منه يا محمد؟ مؤخرا لا برضو. بشجع بنفس الحماس طبعا، لسه حب الاهلي يعني. وحضور الاستاد وبتاع كده. مش تعصب، هو حب. هو حب اكتر منه تعصب طبعا يعني. كلمه تعصب يعني هو حب بزياده شويه. بالظبط. حماس يعني. حماسي. بالظبط بالظبط كده. كنت متعصب وهديت يعني. بالظبط. سبب الهدوء ده شايفه ان يعني خدنا شويه لسكه ان طبعا الواحد بيفهم اكتر شويه في الكوره، بيفهم الاجواء بشكل افضل شويه، لكن دايما حب الكيان موجود جوه، ولا بيبقى كمان الواحد مشغولياته كترت ومسؤولياته كترت وبدات الدنيا تاخده لشغله سكه تانية يعني؟ ده جانب حقيقي ماشي، بس الحماس عمره ما هيقل يعني. انا بشوفش ماتشات في الدوري، بس هاجي عند ماتش الاهلي والزمالك اشوفه اكني شفت كل الماتشات بتاعت الدوري. بشجع بقى كني لسه متابع الاهلي من اول اليوم يعني. انا دلوقتي بزعل من نفسي جدا لما اجي اشوف ماتش الاهلي ففي لعيب مش عارف مين ده، فاهم قصدي؟ بس ما زال الحماس والحب مش طبيعي طبعا موجود. طبعا جدا 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 يعني. انت شايف ان شاء الله باذن الله فرص النادي الاهلي باذن الله تكون قويه للحصول على اعتقد البطوله المفضله لينا كلنا طبعا، البطوله الافريقيه طبعا. الدوري يعني الحمد لله عندنا منه كتير، بس ان شاء الله كمان الدوري بقى بتاعنا، بس البطوله الافريقيه شايف التسعه ان شاء الله باذن الله. من غير مقطع بس عشان لما بنقطع كل الناس يا سيادة الله. بالظبط. يا رب خير باذن الله يعني. طبعا شايف الفرص ان شاء الله باذن الله فرص كبيره يعني. باذن الله باذن الله. تقول النهارده لوالدك يا محمد، وهو مشرفنا اول ظهور يعني الفنان في قناه النادي الاهلي بعد الافتتاح. بعد التأكيد صح. هو ظهر كتير وشيء يشرفنا طبعا ان هو يظهر على قناتنا يعني. انا بدعي ان الاهلي دي قناتنا طبعا. طبعا اقول لك طبعا كل سنه وانت طيب وبنحبك يا حاج، دي حقيقه. بتقول له يا حاج، بتقول لي لمحمد حبيبي. حبيبي كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حبيبي ونام بقى ما تخرجش. ايوه. نورتنا وشرفتنا يا محمد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لسه بتخاف عليه يخرج برضه متاخر؟ بخاف عليه جدا.